بتلاوات عطرة صدحت بها حناجر نخبة من خيرة المقرئين الجزائريين. أقيمت أول صلاة تراويح بجامع الجزائر في أول أيام الشهر الفضيل. تم اختيار المقرئين اختيار جد رائع، حيث أنهم جابوا قامات من قامات الجزائر في 3 مقرئين ما شاء الله، أئمتنا أجلاء ما شاء الله، قراءة روعة يعني، ولا غير لنفس الإنسان ترتاح. كانت قراءة جيدة جدا، والحمد لله الذي وفقنا أن نصلي في أول أيام رمضان في هذا المسجد العظيم. قاعة الصلاة التي غصت بالمصلين سادتها أجواء روحانية تبعث على السكينة وتكسب القلوب الخشوع. ما كان يفكرنا بالمدينة المنورة، يفكرنا بمسجد الحرام مكة، الضخامة تاعه والشساعة والعلو تاعه والأجواء. الحمد لله رب العالمين على هذا الصرح الذي نحمد الله ونسأله أن يبقى صرحا تعلو فيه راية الإسلام وتعلو فيه كلمة الله، والحمد لله رب العالمين. أول صلاة تراويح بجامع الجزائر التي شهدت توافد آلاف من المصلين عرفت أجواء تنظيمية محكمة سهرت عليها إدارة الجامع. أحيي كامل اللي وقفوا على هذا، سواء سرتوا في التنظيم الجبار، شفناهم في الوضوء، شفناهم في الدخلة، شفناهم مع المصلين مع المصليات باش يرشدوهم، هذا شيء جد رائع. إنار الله يبارك ما شاء الله. بالنسبة للنساء نفس الشيء، عندهم مكان واسع جدا، المداخل والمخارج واسعة جدا، الساحات كذلك، الأروقة كذلك. المسجد يتسع كل الجزائريين، في المدخل تاع المسجد كاين استقبال يوجهوا الناس كيفاش يروحوا المسجد، حتى المسجد هو بليت ساعة معناتها الناس كاع اللي جاوا صلوا فيه. ببلد الشهداء والثوار وبثالث أكبر مسجد في العالم أقيمت أول صلاة تراويح، فاستقطبت لها الأنظار وجلبت لها التواقين للاستماع لكتاب الله على لسان كوكبة من أحسن المقرئين.